بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، نظمت موهوبو الأمل ذراع إدارة المواهب لصندوق الأمل ندوة حول مستقبل الخدمات المالية في البحرين. ونظمت الندوة جلسة حوارية مع خبراء ومتمرسين في المجال المالي والمصرفي في البحرين، إضافة لجلسات تدريبية تهدف إلى تعزيز المهارات الوظيفية والشخصية التي من شأنها سد فجوة المهارات في سوق العمل وتعزيز فهم قطاع الخدمات المالية لتحقيق النجاح. كما تم تسليط الضوء خلال الندوة على تسيير توظيف المواهب والكفاءات في البحرين وفرص النمو المتاحة في قطاعي الخدمات المالية والمصرفية، إضافة إلى مناقشة سبل تكثيف هذا القطاع وفرص الابتكار والأبداع. يشار إلى أن موهوبو الأمل تسعى إلى خلق بيئة داعمة لتأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية بطريقة فعالة لتسيير سبل استقطابهم وارتقائهم في المؤسسات المختلفة. موهوبي الأمل هي شركة تم تأسيسها تحت صندوق الأمل، صندوق الأمل تم تأسيسها تحت مرسوم ملكي، والهدف الأساسي هو دعم مشاريع الشباب. إحنا كموهوبي الأمل تركيزنا الأساسي هو الثروة البشرية الموجودة في البحرين. طبعاً البحرين معروفة إن عندنا مواهب وعندنا أشخاص متميزين وتميزوا على مستوى البحرين والمستوى العالمي. فإحنا هدفنا إن أولاً نكتشفهم، ثانياً نصقلهم، وثالثاً نبرزهم. وطبعاً نبرزهم من خلال عدة مجالات، منها نعطيهم فرص وظيفية، منها فرص تدريبية، ومنها فرص لحضور مؤتمرات داخل وخارج البحرين. البرنامج صراحة هو عبارة عن مجهود جدا قوي يساهم في تنمية القدرات والمهارات المحلية، خصوصا للجيل اللي يعني توه متخرج أو تخرج صار له فترة قريبة، فبالتالي يوفر لهم المنصة أو يوفر لهم الإمكانية أن يطورون من مهاراتهم، اختلاط مع أشخاص ذو خبرة في المجالات المختلفة. من الأمور اللي خلتني أشارك في هاي النوع من الفعاليات هو وجود العنصر التفاعلي اللي أوجدوه لنا هوب تالنت في القطاع المالي، خاصة أن أنا ما لي علاقة بالقطاع المالي، وهاي راح يكون نولج قيم بالنسبة لي كإنجينير. فحبيت أشكر هوب تالنت على هالنوع من الفرص اللي قدموها لنا في هاي الإيفنت. حبيت أني أنا أشارك في هذه المبادرة، فأشوف إن شاء الله الشباب يعني حابين أنهم يتعلمون ويبادرون في الأنشطة اللي هي ممكن تطور من مهاراتهم، إن كانت المهارات هذه تساعدهم في إيجاد وظيفة ولا في بناء مدخول آخر من تجارة أو تداول أو غيره.